السلام عليكم. القصة اللي غنروي لكم اليوم واحد القصة قاصحة بزاف، والأغلبية ديال الناس اللي غيسمعوها غيتفكروا شي واحد في بالهم. كانت الوالدة ديما كتقول ليها فين كاين خوك كاين عدوك، والعدو الوحيد ديالك يقدر يكون هو الصديق ديالك، لأن الصديق تكون عارف عليك كل شيء، أي حاجة سرية عارفها لك، يعني كيعرف الطرق باش يوصل لك ولا يدمرك. القصة ديالي قاصحة بزاف. أنا سميتي أسامة، كنسكن في مدينة الدار البيضاء. أنا أسامة واحد الطفل اللي عاش واحد الحياة بسيطة جدا شعبية، وما كانتش عندي مع التخربيق. كنت كنبغي قرايتي، وكنبغي داكشي اللي كندير، وكيعجبني الحال بزاف. كنت كنرضي والديا وكلشي، كنت داك الولد اللي في العائلة اللي لا عمرها هضر. كان عندي صديق واحد سميتو أيوب، أما شي الآخر غير سلام سلام، ضحكو في الزنقة لعبو دوز مع الطريق. أنا وأيوب باش قوت العلاقة ديالنا هي أننا قرينا من السادس وحنا تنقراو مع بعضياتنا حتى الباك، حتى لافاك جينا في لاميم في لاميم فاك، قرينا في لاميم فاك، مي هو في برونش واحده اخرى وانا في برونش واحده اخرى، مي كوميم بقينا اصدقاء وتنتلاقاو، يعني واحد العلاقه خياليه جدا. ما كنعرف فين اسامه راه مع ايوب، فين ايوب راه مع اسامه، يعني بحال الحلاق ديما مع بعضياتنا البلانات، وكنديروا غير الحوايج الزوينين، يعني ماشي كنمشيو نأذيو الناس ولا نمشيو بجوج، كنمشيو ناكلو بجوج، نديرو دي بلون بجوج، نمشيو نديرو سبور بجوج، لدرجة أننا بدينا كنخطو لزواجنا أن نديروه بجوج. هذه هي المشكلة، الزواج بجوج. أنا كنت تعرفت على واحد البنت في لافاك اللي أكيد هو كان كيعرفها، كانت معايا في لاكلاس ديالي. داك البنت وقع ليا مع لو كود فودو من أول نظرة صاف، وأنا كنت ما عمرني في حياتي درت شي علاقة. هذيك هي أول بنت غنفتح ليها، وفعلا ابخي 3 موا ديال هضر دي وجيب دي في جيب، دخلنا في علاقه رسميه وتعرفت شويه في لافاك، ولينا كنجلسوا بجوج. ايوب تقبل الفكره، ولكن بعد سنوات غلقى بلي راه ما تقبلش الفكره. ولينا كنجلسوا بثلاثه نديروا دي بلون بتخوا، انا ما عنديش مشكل يكونوا جالس معايا وهي كاينه، انا ما كنمشيش بوحدي معاها، صغار فاش كنمشي انا وياها بوحدنا، صافي الا كان ايوب عنده شي غرض ولا شي حاجه، صافي كنخرج انا وياها وتنجلسو وتنديرو كاع داكشي اللي كيديرو لي كوبل، صافي شي حاجة خايبة. انا كملت قرايتي، تخرجت، اول خدمة كان عندي سالير مزيان، خدمت في واحد الشركة ديال الريزو. اول حاجة بانت لي هي نمشي نتزوجها. ايوب كان فرحان بزاف وشجعني ودعمني ووقف معايا في الوراق وفي داكشي، والدات هما تقبلوني ارتاحوا ليا، المهم داز كلشي مزيان. هادشي اللي كنعاود لكم بالعلاقة ديالي بايوب وبالعلاقة ديالي بالزوجة ديالي مستقبلا، المجموع ديال 12 عام. الزوجة ديالي دوزت معاها 6 سنين، وأيوب تا هو دوزت معاها تقريبا شنو 8 سنين ولا 10 سنين هي ولا ماعرفتش، المهم مابقيتش عاقل بالضبط، مي سنوات طويلة وأنا كنتعرف أنا وأيوب. تزوجت، استقريت أنا والمدام بخير، هي كتكمل قريتها ترونكيل. باغفوا ما كنكونش أنا، كنكون أنا خدام، تيكون عندنا شي انستالاسيون في شركه، دونك تاخذ ليا الليل كامل ولا النهار كامل، كتكون المدام محتاجه شي حاجه كيتكلف ايوب. كانت المدام عندها لا فواتور حتى هي، كنديرت لها فواتور ديالها، تيجي ايوب يقضي الغرض، يدخل الدار يصيب لها بوطه ولا يتقدى ليها، ولا كانت خاصها حتى شي حاجه كيقضيها لها. وي كيقضيها لها اخويا، حكم العلاقه ديالي انا بايوب خويا، ماشي صديقي ولا خويا، ماشي صديق ولا اي واحد غيفهمني في هذا اللوب. دازت المده وقررت انا والمدام ديالي نديرو الاولاد، فعلا قررنا داكشي وداكشي مضبوط. ابخي ان موا من بعد ما نسينا وياها قالت لي راني حامله، فرحت بزاف، الدنيا دارت بيا، الدنيا دارت بيا ملي قالت لي حامله، الدنيا دارت بيا. بديت نوجد الفراش ونقول يا ربي تكون عندي بنت، كنت غنحماق تكون عندي بنت، كنت غنحماق. دازت الايام، كبرات الكرش، تعرفنا بلي راه ماشي بنت، ما بقاش فيا الحال، لان بحال البنت بحال الولد، مي كانت عندي واحد الرغبه تكون عندي البنت. وايوب باقي صديق ديالي، كنشارك معاه، تنقول ليها شنو راني فرحان بزاف وما تصورش، وغنسميه ايوب عليك انت، وهادي كنعاود ليه كلشي. ايوا سيادي، ولدات المدام، وعاوتاني ايوب وقف معايا. ولكن واحد الحاجه دار ايوب اللي جاتني بيزار، نهار كانت كتولد كان معايا وما خلانيش هذاك النهار، اضطر انه مع جاتها جاوها انها تولد ماشي على 10 الصباح، وقال لي لا والو غنجلس معاك هذاك النهار، بغيت ندوز معاك في هذه المحنات. انا لا ما على باليش، قلت راه السيد بغى يوقف معايا ماشي مشكل، بقاو معايا هذاك النهار كامل حتى ولدات، ودغ ملهف باش يشوف الولد، ملهف بزاف،
اكثر مني انايا، ستريسي وكذا وهادي، وباغي يشوف الولد. ملي جاب الولد عجبو الحال، بارك ليا وعجبني انا الولد، كان غزال تبارك الله. دازت المدة والولد بدا يكبر، الولد بدا يكبر، مي الولد بدا كيكبر، مي جاني كيشبه لأيوب، واحد الفرق كبير بينه وبينه، حتى في لاكولور ديال لابو ديالو. حتى أيوب كان داك السمر الغامق، أنا كنت سمر فاتح، والمدام ديالي كانت بيضاء، تازية بيضاء، يعني راه حتى لا خرج الولد غيخرج السميمر، اللون ديالو كان غامق عليا أنايا. بس ماشي مشكل، يقدروا يكونوا الجينات ديالي، ولكن الشباب من حد الولد كيكبر، الشباب ديال أيوب قلت ياك ما هذه بقوة ما كانت المدام ديالي، ولا توحمت عليه، ولا هادي. أنا من المستحيل نشك في مراتي ولا نشك في أيوب، مي فريمون دخلني الشك من حد الولد كيكبر، وأنا كنشوف الملامح ديال أيوب فيه، خصوصا واحد الملامح خاصة. خديت الولد مشيت درت لاضيان أيوب، خديت واحد العينة منه، هوايا خديت واحد العينة، خديت واحد الزغيبة من شعره، جاب الله كانت بلا غصين ديالها، حيت الا كانت زغبة بلا لا غصين ما كيقدرش يشدو منها لاضيان. مي واحد النهار قلت لي واحد الصغيبة راه زايدة عندك هنا في اللحية، وانا نطرها وانا نخبيها عندي. مشيت درت لولدي اضيان، كيف كتعرفوا لاضيان ما كيخرج سير بلاص، 7 ايام باغفوا 10 جوغ، داز تقريبا 12 جوغ وانا كنترنح تنقول يا ربي يكون هادشي كذوب. وهنا كانت الصدمة، لاضيان مستابق. رجعت عند المدام ديالي قلت لها غنسولك سؤال واحد بدون مقدمات وبدون مؤخرات، واش ايوب ولدي؟ ديك الساعة وهي تحمر فيا، ما عرفت ما تقول، بقات كتشوف فيا ضغط، بقات كتغوت لا وانا نصرح ليك ولا انا كيفاش وانا من بعد هاد المدة كاملة ديال الزواج وديال علاقتي بأيوب، هي الوقت اللي كنت كنعس معاها كانت كتشرب الدواء. علاش جو سي با، علاش هادشي هذا، علاش علاش ما عرفتش واش نبلغ عليها ولا نبلغ على ايوب، ولا نقتل ايوب ولا نقتل الولد ولا نقتلها هي، ما عرفتش. هزيت الحجه ديال لاضيان وطلبت الطلاق، ما بغيتش نصيفطها للحبس، نصيفطو حتى هو للحبس. عيطت لايوب جا عندي قلت ليه جلس، هزيت ايوب ولدي قلت ليه هاك ولدك وبصحة مراتك. شكرا للاستماع لهذه الرواية القاصحة بزاف، والنهاية راكم عارفينها.